مشاهدينا الكرام ارحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح ارحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حلقتنا لهذا او في هذا اليوم هي بعنوان محمد والحيوانات نعم هذه الحلقه سنركز فيها على موقف محمد او بعض النصوص التي تتحدث عن الحيوانات من الاسلام اذا حلقتنا كما قلت بعنوان محمد والحيوانات وهي حلقة أتمنى نسلط فيها الضوء على رأي محمد في بعض الحيوانات وموقف الإسلام بصفة عامة مع من أو من هذه الحيوانات ما هو موقف محمد من الكلب ما هو موقف محمد من الهرة ما هو موقف محمد من الفأر ما هو موقف محمد من الخنزير إلى آخره إلى آخره إلى آخره آخر. ولماذا الغرض من هذه الحلقات ليس السخرية ليس الاستهزاء ليس أي شيء الغرض هو أن نطرح أسئلة تجعل الإنسان يستيقظ ويعيد حساباته. إذا خلينا نبدأ في أول هذه الحلقة ونحن نتحدث عن محمد والحيوانات القرآن بطبيعة الحال موجود في صور كثيرة بأسماء الحيوانات، مثلا سورة البقرة مشهورة، سورة الأنعام، سورة الفيل وممكن نعدد حيوانات أخرى كلكم تعرفونها، فإذا ذكر الحيوانات في القرآن موجود بكثرة، القرآن ذكر الكلب وذكر البغال وذكر الخيل وذكر البقر والهدهد والخنزير والسبع إلى آخره إلى آخره إلى آخره ذكر حيوانات كثيرة وطبعا القرآن ابن بيئته ولذلك كان يستخدم حتى الحيوانات في محاولة إقناع المستمعين سواء كانوا في شبه الجزيرة العربية أو في مكان آخر كان يحاول أن يقنعهم ب صحة رسالتي من خلال الحيوانات أيضا مثل سورة الغاشية مثلا آية 17 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وذكر الجمل طبعا القرآن ابن بيئتي الجمل ابن بيئة القرآن أيضا فذكر الجمل ذكرت الناقة في قصة ناقة صالح إلى آخره فإذا الإبل مذكورة وهذا يدل على بيئة القرآن القرآن أيضا ذكر الحمار في سورة لقمان والكلام هنا من لقمان لابنه يعظه فقال له واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وطبعا الحال في الناس تتسال يعني طالما القرآن نقل هذه الجملة أو هذا التصريح عن لقمان الحكيم ووافق عليه دون أن يستنكره إذا القرآن يتبنى هذه الفكرة أن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير والسؤال لماذا خلق الله صوت الحمير إذا إذا كان هو أنكر الأصوات لماذا لم يعطيهم صوتا أجمل هناك أسئلة طيب ولماذا يستنكر إلى القرآن صوت مخلوقاته إن كان هو خالقها يعني في أسئلة كثيرة يطرحها الناس ليست هي ال... ال... يعني محور هذه الحلقه ذكر الحمار مر... مره وذكرت الحمير وذكر الحمر حمر مستنفره كانها كانهم حمر مستنفره فرت من قسورة فاذا الحمر ذكرت ايضا في القران وهي جمع حمار. ما ابدا به النص الذي سنبدا به يعني موضوع الحلقه بتفصيل وطبعا انا ارحب بمكالماتكم وارحب بمشاركاتكم على الفيسبوك ما عندي اي مشكله مع المشاركات الهادفه التي تصب في الموضوع دون سب او شتم او تنقيص من احد باحترام وبالفكر وبتحضر ايضا هذا ما ادعو اليه نقاش متحضر بالنسبه للحيوانات الكثير من المسلمين لا يعلمون ان القران او الاسلام بصفه عامه يعلم ان الحيوانات ستحاسب يوم القيامه حتى الحيوانات وطبعا نحن نعلم انه في بعض الحيوانات يظهر وكانه عندها عندها مسؤوليه، مثلا قصه الهدهد مع سليمان في القرآن توضح بأن الهدهد كان مسؤول لأنه معرض للمحاسبه وسليمان قال له لو إذا لم تأتني بعذر يعني عن غيابك عن الاجتماع الذي تفقدت فيه الطير فلم أجدك إذا ستحاسب وستعذب. هل الهدهد هل الحيوانات لديها ضمير ووعي ومسؤوليه؟ وهل تحاسب؟ في قصه سليمان نعم الهدهد سيحاسب اذا هناك مسؤوليه عند الحيوانات في قصه الحديث هذا الذي اعرضه ايضا نفس الشيء الحيوانات ستحاسب عن ابي هريره ان رسول الله قال لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وده في صحيح مسلم وحتى ما تاخذكم المصطلحات الجلحاء شات من غير قرون القرناء شات بقرون يعني باختصار شديد ان يوم القيامه سيقتص الله للشات المظلومه من الشات الاخرى سيحيي الشات اللي عندها قرون وسيسائلها الله لماذا نطحت الشات اللي من غير قرون وستؤدي حساب على فعلتها ثم يقوم الله بإفنائها بإرجاعها إلى الفناء مرة أخرى طب ما هذا العبث؟ أولا هل الشات واعية بتصرفها؟ هل تحاسب على هذا الأمر؟ هل الحيوانات مسؤولة؟ في هذا الحديث واضح أن الحيوانات مسؤولة وهذا مبني على ايه اخرى على ايه قرانيه في سوره التكوير واذا الوحوش حشرت فقال المفسرون انه فعلا الوحوش ستحشر يوم القيامه الحيوانات ستحشر يوم القيامه وستحاسب وسيقتص لحيوان من حيوان اخر ظلمه هذا واحد من الاشياء الغريبه التي ينبغي ان نقف عندها هل الحيوانات تحاسب يعني لو حمار ركل شخص يوم القيامه سيؤدي الحمار ثمن ركلته مثلا او كلب عض شخص سيؤدي ثمن العض وهكذا طب ماذا عن الفأر من, من الغرائب والعجائب من التعاليم المحمديه وده احاديث صحيحه صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب في الفقر وانه مسخ الفأر مسخ عن ابي هريره قال قال رسول الله فقدت امه من بني اسرائيل طبعا لازم تكون لازم يكون الموضوع اي شيء فيه تشويه وفي مسخ وفي لعنه وفيه آه شيء حقير لازم لازم ينسب لليهود والنصارى باي شكل من الاشكال فقدت اختفت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت، ما عرف ليه هي عملت شيء تعاقب عليه، طيب ايه؟ ايه رايك فيها؟ ولا اراها الا الفار. محمد يقول انا يعني من رايي انهم هذه الامه من بني اسرائيل هي الفيران. باي حجه باي منطق كده، كده محمد يقول هنا يعبر عن عنصريه بغيضه. في أمة من أولاد يعقوب يعني إسرائيل هو يعقوب في أمة من أولاد يعقوب فقدت اختفت عمل فيها الله رجعها فيران أنا شايفها أنها هي الفيران ثم ي... حتى ي... حتى يستدل على رأيه البغيض بيعطينا حجة غريبة كده ألا ترونها اذا وضع لها البان الابل لم تشربه واذا وضع لها البان الشاء يعني الغنم شربته البان النعاج ستشربه يا سلام طلع محمد بيعمل تجارب في المختبر بتاعه حط لها البان الابل مش هتشربه الفيران مش هتشربه حط لها البان الغنم هتشربها ايش معنى يعني عشان هم يهود طب ليه عشان اليهود عندهم في التوراة حرام يأكلوا أي شيء متعلق بالإبل آه زكي زكي أنت بأبي وأمي أنت يا رسول زكي زكي ما شاء الله نبي 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 فعلا نبي هكذا النبوة يعني طب هم لما تمسخوا صاروا في فيران لسه بيحافظوا على تعاليم التوراه يعني؟ اه اه الفيران بتحافظ على تعاليم التوراه بحسب هذا الحديث، الفيران ماشيه بحسب تعاليم موسى، الوصايا العشر وكل حاجه زي الفل يعني، لدرجه انه بيدققوا في التعاليم التوراتيه محرم علينا نشرب فاحنا واحنا فيران نطبق شرع الله يعني. طب هل هذا قائل هذه الأقوال نبي يتبع أروح أنا ماشي وراه يعني مصدقه مية في المية هيطلع لي واحد من المتفذلكين سيقول لي لا يا أخ رشيد هذه النصوص نسبت زورا لرسولنا طيب طالما طالما رؤوس هذه الأمة الإسلامية اللي نقلوا لنا النصوص سواء نصوص القرآن أو نصوص الحديث زوروا كذبوا إحنا إذا لا نعرف ما هو الإسلام إيش درانا ما أتى به محمد أصلا طالما زوروا غيروا نسبوا لي إيش درانا لا تقول ان القرآن محفوظ هو نص من النصوص كما تجرأوا على تزوير نصوص ونسبتها لمحمد سيتجرؤون على نصوص وينسبونها الى الله ما الفرق اذا؟ في الحالتين نحن لدينا دين لا ينبغي ان يتبع وهو الاسلام نص كهذا لا ينبغي ان اصدقه وده مش النص الوحيد في صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق عن ابي هريره الفأرة مسخ آه بصريح العباره الفأرة اصلها مش فأر اصل الفأرة شخص يهودي هكذا يقول الحديث دي مش عنصريه هل سيرضى المسلمون أن يقال عن الفئران أنهم أمة من الأمم الإسلامية؟ قال لك وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوب فقال له كعب كعب سأل أبو أبا هريرة أسمعت هذا من رسول الله؟ يعني كعب ما كانش مصدق قال له أبو هريرة أفأنزلت علي التوراة بينزل علي الوحي ما أنا بروي اللي بيقوله محمد لو كذب ابو هريره يبقى احنا واخدين الدين عن كذابين عن طريق كذابين لو ما كذبش يبقى احنا واخدين الدين عن طريق شخص ادعى النبوه باب في الفقر وانه مسخ سماه محمد الفويسقة من تصغير فاسق الفاسق هو العاصي الخارج عن الملة خرج فسق قال عن جابر بن عبد الله رفعه رفع الحديث قال خمروا الآنية واوكوا الاسقيه واجيفوا الابواب اغلقوا الابواب واكفئوا صبيانكم عند المساء دخلوا اولادكم عند المساء فان للجن انتشارا وخطفا واطفئوا المصابيح عند الرقاد فان الفويسقه الفأرة الفار الفويسقه ربما اجترت الفتيله فاحرقت اهل البيت دي فاسقه عاصيه الفاره يهوديه فاسقه عاصيه دي التعاليم المحمدية ننتقل إلى حيوان آخر وهو الجمل الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت سننظر إلى الإبل عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ يعني أنت حر وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. الأولى لحوم الغنم مش مشكلة، يعني أنت و يعني لو ما توضيتش ما فيش مشكلة، صلاتك جائزة. في لحم الجمل، لأ، لازم تتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم، يعني الأماكن اللي بتجلس فيها الغنم. مبارك الابل آه مبارك الغنم. قال له نعم اصلي فيها ما فيش مشكله، هي طاهره حتى لو كان فيها آه الفضلات الـ الغنم، الغنم طاهره ما فيش مشكله، ما بتنجس قال طيب، اصلي في مبارك الابل؟ قال لا بتنجس. في فرق بين الغنم والابل. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الابل. يعني لو أكلت لحم جمل لازم تتوضا ليه؟ لأنك نجست لو صليت في مكان قعد فيه جمل لازم لازم تتوضا ليه؟ لأن الجمل نجس طب إيش معنى؟ ليه الجمل نجس؟ اعطنا السبب يا رسول الله طبعا هو ما بيعدمش يعني صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في اعطاني الابل اعطاني هي مبارك في المكان اللي تقعد فيه فانها خلقت من الشياطين اه شفتوا طب الفيران فهمنا انها ام من بني أم من بني اسرائيل الابل اتخلقت من الشياطين طب ازاي؟ قال لك ما يعني انا لما باكل لحم الابل انا بقول له اديني يعني اديني ستيك من لحم الشياطين الله يخليك آه الابل يعني اقصد آه كيلو كيلو لحم شياطين الله يخليك تكون ولدا well شيطان شيطان well لا انا بحبه ميديوم رير يعني هو احيانا كده واحيانا كده طب آه ايه ايه الابل خلقت من الشياطين؟ انا عايز افهم يعني يبقى يطلع لنا شيخ من الشيوخ ممكن الشيخ عبد الله، تفضل شيخ عبد الله. انا الحلقه الجايه اشرح لنا كيف الابل خلقت من الشياطين، والله يخليك خليك خليك كده كده افرد دقيقتين زياده ازاي ان الفقر امه من امم بني اسرائيل. عايزين نفهمها يعني. وازاي الفئران بتحافظ على التوراه وهي ممسوخه، يعني عايزين نعرف الفئران التقيه دي. يعني ما شاء الله عليها يعني. الشيء الاخر عن الكلاب، ندخل الى الكلاب، بالنسبه للكلاب. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله الى اخره الى اخره انه سمع ابن عباس يقول سمعت ابا طلحه يقول هو الحديث دايما يقتلك عن 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 ويقول سمعت حدتنا الحاد ما يعني نفسك يروح وبعدين بيديك الجمله الاخيره قال سمعت رسول الله يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره ولا صوره تماثيل يعني في احد الثاني صور الى اخره الملائكه وده في صحيح البخاري الملائكه ما بتدخلش بيت فيه كلب ليه؟ الملائكة ما بتحبش كلاب يا أخي. أنت ليه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. الملائكة ما بتدخلش كلاب، خلاص ما بيحب. جبريل عنده حساسية من الكلاب أصلاً. بيعطس، أه بي... بيعطس، أه شعر الكلاب بيزعجه. أنتم مالكم يعني؟ تشككوا في كل شيء؟ أه الملائكة ما بتحبش كلاب. طب ليه خلق ربنا الكلاب؟ ما عرفش، يمكن ما عرفش، ما عرفش هو المهم ملائكه ملهاش في الكلاب طب ما عندي انا ملاكين يعني واحد على اليمين واحد على الشمال اربي كلب في البيت واتخلص منهم خليكم قاعدين عند الباب يعني محدش فيكم هيدخل البيت وانا مش هطلع الكلب ها وهعمل اتنين واحد دايما جوه البيت وواحد اطلعه ولما اطلع واحد برا اخلي الثاني عشان خلاص مفيش ملايكة. طب انا هعمل ايه بالملائكه في البيت اصلا لا أنا عايز برايفسي يعني أنا مش عايز حد معايا في البيت أنا ليه أدخل معايا كده؟ إحنا مش فاهمين إيه العلاقة بين الكلاب والملايكة إزاي الملايكة ما بتدخلش بيت فيه كلب كده هو محمد كان بيكره الكلاب واضح جدا فأي شيء بيكرهه بينسبه لربنا والملايكة وممكن أي فعل مبني للمجهول خلاص؟ هو أي شيء بيكرهه مثل التوم ومثل البصل وهذه الأمور أي شيء بيكرهه بينسبه للملائكة. حتى أنت تصير ولحد الآن المسلمون يعتقدون أن الكلب أنجز حيوان يعني لدرجة أنه بيشتموا به غيرهم مثلي يعني ومثل بقية النصارى المسيحيين بيشتموا بالكلاب يعني. هو بالنسبة لهم أي شخص عايزين يطلقوا عليه لفظة النجاسة بيطلقوا عليه كلب. وفي محمد عمل غزوة كلاب لما راح للمدينة عمل غزوة كلاب دي مش مذكورة في كتب السيرة في غزوة بني قريضة وغزوة بني النضير لا في غزوة خاصة على الحيوانات أنا سميتها غزوة الكلاب هي ما بسموهاش كده يعني صراحة لكن أنا مسميها غزوة الكلاب لأنه القصد منها مش بني النضير ومش بني قريضة المقصود منها هم الكلاب قال ابن عمر بعت رسول الله في قتل الكلاب في كل المدينة فكنت في من بعت أو عبد الله بن عمر كان من, من, من المقاتلين الأشداء ضد أعداء الله الكلاب م? ضد الكلاب فقتلنا الكلاب اه انتصرنا غنمتوا حاجة يعني الحمد لله ما سبيتوش الزوجات يعني كان يكون المج... الامر مشكلة حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية ايوه فقتلنا كلبا لا يمكن المسكينة عندها هذا الكلب بس بيحرص لها او شيء قتلوا تعالي انت جاية من البادية معاك كلب هاتي احنا بندور على الكلب اليوم وعنت في يوم اسود اليوم وقعت الكلاب ده في مسند أحمد يمكن تقولوا الأحاديث دي لا صحيح صحيح مسلم وكتاب المساقات موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله أمر بقتل الكلاب وبعدين هم المسلمين لحد الان مش فاهمين لانه يعني بيقول لك ابتدى بقتل كل الكلاب وبعدين استثنى منها كلب الصيد وكلب الغنم وبعدين حرم قتل الكلاب هم مش عارفين ككل النصوص عشان هي متناقضه قال لك لا في نسخ وفي منسوخ لا هي نصوص متناقضه لكن خلينا ماشيين معاهم قال لك رسول الله امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب غنم او ماشيه ماشي كلب صيد وكلب غنم بيحرس المشية. دول قال لهم استثناء. فقيل لابن عمر ان ابا هريره يقول او كلب زرع. ابو هريره صار بيروي الحديث ويضيف عليها الا كلب صيد او كلب ماشيه او كلب زرع. فقال ابن عمر ان لابي هريره زرعا، يعني بيألف من عنده عشان ما يتقتلش كلبه. أهو كانوا عارفين الشغلة بينهم إنه كل واحد بيضيف وبيألف أو أبو ابن عمر بيتهم أبا هريرة علانية إنه الأحاديث يعني مشي أمورك حط حديث أهو دول دول القادة اللي أخذنا منهم الدين بيتهموا بعض بالتزوير وبالتحريف للمصالح إن لأبي هريرة زرعا وده مش كلامي أنا يعني الصحابة اتهموا بعد بالكذب والتلفيق زورا لحمايه مصالحهم. عن ابن المغفل <applause> اسم غريب يعني طيب ماشي عن ابن المغفل قال امر رسول الله بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ يعني ما تفهمش ما لهم وما للكلاب؟ الله الله هو مين اللي بعت غزوه الكلاب؟ انا ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم صحيح مسلم كتاب المساقات والمزارعة في مسند أحمد قال لك وصاهم جدا على الكلب الأسود قال لهم مت... يعني اقتلوا الكلاب استتنوا صيد والماشية في, ال... في النص الثاني ولكن ركزوا شوية على الأسود الله يخلي أنا ما بحبش الأسود اللون الأسود ما بحبهوش عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت لا بقتلها. الله انت امرت بقتلها. انت ما تفهمش النص لولا ان الكلب امة من الامم يعني هم امة يعني امة الكلاب في في امة كذا وامة وفي امة الكلاب زي امه يعني عندهم زعيم وعندهم مثلا يعني هم كوميونتي يعني عايشين مع بعض وبيزوروا بعض وبيعملوا ازاي الكلاب امة من الامم، ماشي يا سيدي. لكن خلاص ما اقتلوا منها كل اسود بهيم، اقتلوا بالأسود. طب الاسود. طب ماله الاسود؟ صدقني الكلاب اللي في لونها اسود حلو. يعني ماله الاسود؟ قال لك لا الأسود ما بحبوش ده بيقطع الصلاة أيضا فإنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قلنا يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب إيش إيه, إيه الفرق يعني طالما إنه كلب نجس نجس خلاص قال يا ابن أخي سألت رسول الله كما سألتني أبو ذر بيجاوب قال أنا سألت رسول الله نفس السؤال كان عندي نفس الاستغراب فقال لي يعني رسول الله الكلب الأسود شيطان شفت <applause> شفت شفت! الابل شياطين الفيران امة من بني اسرائيل، الكلب الاسود شيطان، يعني ازاي شيطان انا عايز افهم؟ يعني الشيطان متجسد في صفة كلب اسود، كل الكلاب السود في العالم هي شياطين؟ ولا دي عنصرية ضد اللون الاسود حتى في الكلاب؟ ما نعرفش، حاجات مع الإسلام مش حتغمض عنك، مش حتغمض عنك، خلاص دايما في الجديد وفي أشياء ولا تسألوا، وطبعا عوض أنه يبتدي البعض يتساءل ويقول يمكن رشيد عنده حق، خليني أفحص هذه النصوص. لا يا عدو الله خسر، تكلم عن دينك يا صهيوني يا ماسوني يا عميل يا حقير يا كلب يا أي شيء. ما تتكلم عن دين، ما تسيب الإسلام في حاله. ما انت خلاص تركت ال... ما كل ده عشان ما يجاوبوش على الاسئله بس طب شوف كتابك المقدس طب ازاي المسيح هو الله طب ازاي تعبدوا واحد انسان كل ده عشان عشان هو يعمل كده عشان ما, ما تلمسش دينه ها؟ لا ما, ما, ما تسالش ما تقوليش مال الكلب الاسود لا انا انا كده انا مغمض عن الكلب الاسود شيطان صدق رسول الله الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود شيطان لا انا انا مش هشغل دماغي ها أه أنا, أه انا مش هشغل دماغي الكلب الاسود الابل من الشياطين الفار أم من بني اسرائيل كده كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رشيد بيزرع فينا افكار أه ممكن تطلعنا من ده اعوذ أه اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على دينك أه خلاص دي دي دي, دي دي التعويدة السحرية اللي عاملها الإسلام حول المسلمين الكلاب قال لك تنقص الأجر اسمع أيها المسلم الذي تربي كلبا في بيتك تقتني كلب لي مش لزرع طبعا ومش لصيد مخلي كلب في بيتك لكذا يعني في البيت قال لك الكلاب تنقص الأجر عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قرطان أنت عندك مش عارف في الميزان كل يوم بينقص لك شوي لحد ما تخلص الحسنات ما فيش يوم القيامة هتمشي ما فيش حسنة إيه السبب نقصها الكلب كل يوم كنا بنخصم لك بنك الحسنات بيتخسم منه في كل يوم قرطان على كل يوم بقي الكلب عندك طب تخيل مربي كلب عشر سنوات الله يكون في عونك هتلاقي انت عليك يعني ما فيش ح... البالانس نيجاتيف لما يعبروا ال... يعملوا الموازين بتاع الحسنات والسيئات هتلاقي البالانس نيجاتيف هتلاقي عليك كريدت مع انترست مع انترست يعني انت تدفع بزياده كمان مع الفائده. بيع الكلاب حرام، اوعى أيوة تتخلص منها بالبيع، لا. عن ابي مسعود الانصاري وده في صحيح البخاري ان رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي حشب... تقريبا شبهه بمهر الزنا، يعني الفلوس اللي بتعطيها عشان تزني، وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن كان الكاهن اللي بيتنبأ ليهم العراف بيدو يعني خد لك شوية برق ده اسمه حلوان الكاهن فقال لك زي تمن الكلب زي حلوان الكاهن زي مهر البغي دول منهي عنهم عن السائب بن يزيد قال تمن الكلب خبيث يعني اللي بيبيع كلب ثمنه خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث ده في صحيح مسلم ما تقدرش تبيع الكلب ما تقدرش تربي كلب في البيت لأن الملائكة ما بتدخلش وانت عايز الملائكة تدخل لازم الكلاب تتقتل إلا كلب صيد أو ماشية أو بحسب أبو هريرة أو زرع ولو عندك شيء ممكن تضيف كلمة للحديد يعني أو كلب فرجة مثلا أو كلب يطلع معانا الحديقة أو كلب لولادي ما هو... طالما أبو هريرة سمح لنفسه يضيف أو كلب زرع خلاص ضف عليه أو كلب ولادي أمر رسول الله بقتل كل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع بحسب أبو أو كلب ولادي بحسب أنا طالما الدين هو تلاعب كذا وكل واحد يلعب فيه بحسب مصلحته تعال نضيف إلي جملة مثلاً طبعا الحديث طويل لكن لا يلذ الحديث الا مع مكالمات المشاهدين وسابدا في اخذ المكالمات الو من معي؟ الو الو اخي رشيد ازيك حبيبي سلام الرب معك اهلا وسهلا مين معي؟ انا 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 فادي من السويس كلمتك اكثر مره هي ثالث مره اكلمك اهلا 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 اهلا, أهلاً بك اخي تفضل ربنا يحفظك اخي رشيد بس في مداخلة بسيطة من طبعا من حلقة هي انا مش مش راح اطول كثير من قبل شوي سمعت بتقول انه انه إن الابل خلقت من الشياطين طيب ازاي الابل خلقت من الشياطين وش ايش وش وش محمد قال في الطب النبوي اشربوا البانها وابوالها طيب م. كيف اذا يعني كيف البانها بحب يشرب البان شياطين الناس عشان تتعالج يعني مثلا هو بول يعني الشيطان كويس اه ما توخذ بينفع احنا اسفين تعدينا الحدود طالما ما هو طالما هو بول الشيطان كويس وده بيدل على انه بيعلمك ايه طالما ما هو ملاحظتك جميله بول البعير هو في الحقيقه بول شياطين طيب شكرا يعني احنا بنتداوى بابوال الشياطين ما هو ما هو ما هو طب النبوي بعدين في عند الاسلام في موضوع بيقول لك يعني اكل لحم الابل سنه طب يعني معقول السنه من الشياطين برضه لا لا، اكل انت لو اكلت لحم الابل تتوضى منه ده نجس بالنسبه له اه اه, آه, آه, آه ولم ولما اشرب البانها وأبوانها دي, دي مش مش دي لا طهارة. هي هي تتوضى بالطبع. منها بس هي بتنفع يعني بتشفي <applause> اخي رشيد ربنا ينور عقولهم وقلوبهم بس مش راح اطول المنطق انبحر المنطق انتحر حقيقة, حقيقة المنطق انتحر شر البليات ما يضحك حقيقة أوه. ربنا يشفي عقولهم وقلوبهم بس مش أكثر الله يخليك شكرا شكرا حبيبي رشيد أنا ليش ما سمعت صوتك حبيبي سلام الله يخليك رب ربنا يخليك شكرا. حبيبي شكرا. يا رشيد سلام يا ربنا يخليك أه وطبعا انا ارحب باي مداخلات تدخل في هذا الاطار خليني اشوف بعض المداخلات من الفيسبوك دين محمد سامر فا فايد او فايد يقول دين محمد لم يترك اي حيوان بحاله ونشوف مين اه اه ناخذ ناخذ تعليق جميل ابو عبد النور طبعا هم كما قلت ما فيش اجابه على هذه المواضيع ويبتدي يقول لك أنت أكبر حيوان يا مرتد سود الله وجهك يا سيدي خلي وجهي يكون أسود أحمر أزرق مالكش دعوة وتشتمني أنا لي طالما أنا أقرأ نصوص من الدين ما جبت الشيء من عندي لما ما تقدرش تجاوب بتشتمني أنا ما أنا قلت أنه ما فيش ما فيش أجوبة ما أي شيء أهو نموذج آخر، تكلم على مسيحك ولا دخل لك في الإسلام، غنوا مهدي، تكلم على مسيحك ولا دخل لا لي دخل في الإسلام، لماذا؟ لأن الدين معروض على الجميع ويحق للجميع أن يناقشوا الأفكار المعروضة على العامة، الدين مش ملك حد، ده فكر منشور على العامة من الناس. طالما معروض علي ومطالب أني أؤمن به أو أذهب إلى جهنم من حقي أن أفكر فيه وأتساءل عنه فسيبك من دي دي مش هتعفيكم من الجواب آه في بعض آه نشوف واحد ثاني بوديسا كادة الحيوان الذي يجب قتله هو أنت لأنك أخطرهم على الناس شوف لمجرد اني اتساءل يسموني حيوان ويطلبوا بقتلي وده طبعا دين السلام طبعا ده دين السلام لا ما شاء الله انا اقتنعت جدا واقتنع عن المشاهدون ايضا شيء <applause> شيء يعني يدعو للتساؤل وللحيره ناخذ مكالمه اخرى مين معي الو سلام سلام ولحمة سلام احمد الو مين معي؟ ازيك إيه، 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 يا اخر شيء. لماذا تهرب من الدكتور اه نفس الشيء شوف بيبتدي هو فاكر نفسه ذكي ذكي جدا نفس الشيء ستقطع عليك المكالمة كل مرة تتصل خلاص انتهينا ناخذ مكالمة أخرى الو مين معي؟ هذا وهذا بطرس بطرس من ميشيغان اهلا وسهلا لا داعي لذكر المكان تفضل اشكرك اشكرك استاذ رشيد شلونك استاذ رشيد الله يخليك تفضل اشكرك 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 على الحلقه اشكرك شوي شويه استاذ رشيد بن تفضل بن عراق واحد قال الشيخ عبد القادر بيصلي بالجامعه نعم كل يوم الجمعه صلاه و... انا انا نفسي يعني يكون يكون في كلام في الموضوع لانه ما عندي وقت كثير بصراحه إيه بالموضوع لاي شغله بالموضوع, بالموضوع بالموضوع إيه بالموضوع 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 بسرعه الله خير بالموضوع ايه وشيخ عبد القادر وقف نص الخطبه يا بنيش وقفوا قالوا وقفوا أربع دقائق قال لي كان اكو شلب فوق ال... فوق الكعبه ونزلت رسول الله قال من يفسد الصلاه الشلب والحمار والمراه إيه ليش يخلق الشلب؟ الله ليش يخلق الكلب والحمار؟ ليش يخلق؟ أنا أرجع له المسلمين ليش يخلق الكلب والحمار؟ إذا يسر الكلب والحمار الصلاة ليش يخلقهم؟ ما أعرفش هذا السؤال لازم بقى. يوجه لهم ها؟ لازم يوجه لهم إذا كان طلب محمد بقتل الكلاب يعني أنا 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 أتفهم لو كان في كلب مثلا مسعور اتفهم هذا الامر لكن كلاب ما لهاش اي ذنب وما عملتش اي شيء طلب لماذا قتل الكلاب ما اعرفش ثاني شيء ثاني شيء نعم. المرأة المره مهندسه مهندسه مره محاميه مره استاذه جامعه هاي طبعا موضوع المرأة ده موضوع طويل طبعا انه يساويها بالحمار وحتى عائشة قالت لهم ده. شبهتونا بال... بالحمير شو اللي سالفة مال ما هذول يعني 1400 سنة مرة يشبه وحامية مرة ماركل ماركل تحكم لك ألمانيا هي مثل يعني فالشغلة الشغلة ما أدري <applause> الله يخليك شكرا على التواصل معنا وأشكركم على هذه المدخلات خليني أعطي بعض النصوص الأخرى ثم أعود لأخذ المكالمات عن أبي الزبير تكلمنا عن تمن الكلب إذا تمن الكلب حرام في الإسلام نشوف نص آخر الحيات الأفعى الحيات عن ابن عمر أنه سمع النبي يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات احنا شفنا غزوة الكلاب كان في غزوة الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر نوعين من التعابين من الأفاعي ذا الطفيتين اللي عنده خطين آه بيض في في ظهره الابتر المقطوع الذيل اللي, اللي قصير الذيل تقريبا ابتر فانهما يطمسان البصر قال لك الافاعي بتذهب البصر ازاي ما تسالش هل هو امر علمي فعلا لما تشوف افعى بيذهب بصرك طبعا لا لكن في الـ النظريه المحمديه فعلا الافعى تذهب البصر ويستسقطان الحبل دي ممكن نمشيها يعني مع واحده عن امراه حامل تشوف شيء بيخوفها ممكن الخوف يساهم في اجهاض الجنين دي ممكن نمشيها لكن يطمسان البصر يطمسان البصر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق هنشوف أسباب كثيرة أعطاها محمد حتى يبرر قتل الحياة قال أنا أبي سعيد الخدري قال سمعته قال ر... قال رسول الله إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا في نفر من الجن أسلموا أنا أعرفهم أنا كنت طلعت معهم هم أسلموا صاروا مسلمين فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه تن... لو شفتوا حيات او عقارب ما تقتلهمش على طول استاذنوا أو, او يعني انذروهم اعطوهم انذار ثلاث ايام او ثلاث مرات لانه ثلاثه ما عرفوش بالضبط هي تعني ايه ثلاث ايام او ثلاث مرات فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان ده في صحيح مسلم شوف افعى قول لها اعوذ بالله منك واذهبي من هذا المكان ثلاث مرات لو اصرت هم اخوانكم الجن اللي اسلموا بيظهروا على شكل افاعي وعقارب فما تقتلوهمش هم اخوانكم عايشين معاكم في المدينه هنا لكن اعملوا حاجه ثلاث مرات اعطيهم انذار لو ما راحش اقتل ده شيطان ده مصمم يقعد طب ازاي يعني؟ هو الجن بيتشكل في شكل افعى؟ طب اعرف انا ازاي؟ اه لازم تستاذنوا ثلاث مرات آه ممكن تتفضلوا برا؟ انا بتزعجوني يعني انتم موجودين هنا يا اخواني من من الانس الله يخ... هو... طب هو ليه ليه طالما الجن بي... بيقدروا يتجسدوا في في اشكال حيوانات ليه يختاروا افعى وعقرب؟ ما يختاروا اسد ياكلك يعني ما يختاروا شيء كبير يعني ما تقدرش عليه ديناصور مثلا ها ولا يختاروا بس عقرب وافعى سبحان الله الحيات ممكن تكون كافره، قال رسول الله ان لهذه البيوت عوامر فيها جن فاذا رايتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر حتى الحيات فيها الحيه المسلمه والحيه الكافره حتى الحيوانات ما سلمتش من التكفير في الإسلام حتى الحيوانات والكافر يقتل حتى في الحيوانات الأسود شيطان الحي كافرة يعني الإسلام ما رحمش لا البني أدمين ولا الحيوانات كله كفر 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 هو الحيوان بيعرف يؤمن حتى يعني حتى نسميه كافر بعدين هنشوف قضيه الوزغ انا اتكلمت عنها سابقا لكن خليني اخد مكالمه الو مين معي <تصفيق> الو الو طب الخير يا اخرسيد اهلا وسهلا مين معي انا جرجس بشاي من شيكاغو اهلا وسهلا انا بس عايز اقول اهلا بيك الاخرسيد معايا انا معاك وانت على الهوا الناس سامعين ال <applause> أنا عايز أقول إن محمد كان في بيئة بدوية وكان بيقول أي حاجة للبدو وبيصدقوه. مم. أنا اللي بستغرب له إزاي ناس متعلمين واخدين شهادات علمية عالية ويصدقوا الكلام ده. ولما تيجي صح. للدين بيعملوا سويتش أوف. النقطة الثانية أنا بشبه الإسلام بالقنفذ. القنفذ لما يشوف أي مشكلة أي خطر يتكور ويطلع الشوك بتاعه. مم. أنا بلاحظ أنت حضرتك بتتكلم في مواضيع بتطلب أجوبة وكل اللي بيعملوه بيشتموا. بقول لهم تشتموا ليه طب ما تجاوبوا. بدل ما تشتموا جاوبوه على الأسئلة اللي بيقولها. فده مم. نوع من الهروب أو نوع من الخوف وإنهم يطلعوا الأشواك بتاعتهم. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه مش طيب تعملها دلوقتي بس تعمل لنا حلقه مره لو سمحت عن الاسماء اللي موجوده بالانبياء هل ادريس هو ادريس؟ هل شعيب هو اشعيا؟ هل قارون هو قرح؟ يا ريت حضرتك مش مش بتكلم دلوقتي ات اني تايم اعمل لنا حلقه عن الاسماء بالانبياء دي هل هو الأسماء دي من كده، وأشكر حضرتك آه. وأصلي إن ربنا يوفقك عشان تمجد اسم المسيح في كل وقت الله يخليك احنا فخورين بيك شكرا. وبنصلي شكرا. لك إن ربنا يوفقك ربنا خليك. شكرا ربنا آه يخليك شكراً. خلينا نيجي للوزخ، آه الوزخ محمد أمر بقتل الوزخ وده أنا عملت حلقة في الماضي عنه صحيح البخاري كتاب الأنبياء أن رسول الله أمر بقتل الوزغ أبو بريس قال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام إيه سبب قتل الوزغ؟ عشان كافر ابن كافر الوزغ أبو بريس ده اللي, اللي بي يعني يلاقيه يقتله لماذا لانه كان بينفخ على ابراهيم عليه السلام كان بينفخ عليه النار كان بيزود عليه النار يعني الحيوان مدرك نستنتج من هذا الحديث ان الحيوان مدرك ومسؤول ويعاقب الوزغ ابو بريس انه عنده وعي عارف هو بيعمل ايه بيزود النار على ابراهيم ومسؤول ويعاقب مش بس كده يعاقب على ذنب فعله جده الوزغ الاكبر. امم ده هو الـ يعني الـ الـ الاستنتاج الذي نستنتجه من هذا الحديث. الوزغ كما راينا في الماضي انا هعرضها بعجاله بالنسبه للوزغ عن ابي هريره قال قال رسول الله من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا كذا حسنة البعض قال مئة البعض قال سبعين ومن قتل في الضربة الثانية له كذا وكذا حسنة يعني أقل لدون الأولى وإن قتل في الضربة الثالثة له كذا وكذا حسنة لدون الثالثة أقل أكثر ده في صحيح مسلم كتاب قتل الحيات وغيرها استحباب قتل الوزغ شيء محبب ليك تقتل الوزغ حتى تاخذ حسنات، والحسنات بحسب درجة التسديد، دقة التسديد، لو أنت مسدد بارع عندك حسنات اكتر لو أنت مسدد شوية ميديوم تاخذ حسنات أقل. لو أنت يعني أي شيء في الثالثة بتاخذ أقل شيء، م... الحسنات في الإسلام مش بي... 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 يعني الانسان يعني التقوى دائما لا في مناسبات درجة لياقتك البدنية التسديد مثلا بتاخد عليه حسنات عن ابي هريرة عن النبي قال في اول ضربة سبعين حسنة يلا يا في الثانية هتاخد خمسين بس يلا يلا بسرعة بسرعة قبل ما يخلص العرض لانه في العرض ده عندنا سبعين حسنة ولو قتلت ببرسين اثنين بتاخد بونس يعني بتاخد بونس من الدي حسنات أكتر طبعا لو خليت كلب عندك في البيت اللي حتاخده من الوزغ حيروح في الكلب يعني حتسدد بس الديون اللي عليك لأنه أنت مديون لينا فأنا بنصح أي واحد من المسلمين عنده كلب في البيت يقتله وزغ كتير عشان دي تسد على دي الوزغ سماه الفويسق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله قال للوزغ الفويسق حتى هو فويسق يعني بصوا أنه في في حياة بتقتل لأنها كافرة في وزغ بيقتل لأنه جده الأكبر عمل حاجة وحشة مع إبراهيم والفاره فويسقة والوزغ فويسق هم كلهم فاسقون وكفار يعني ده حتى الحيوانات ما سلمتش وسمى الخمس التي امر بقتلها سماها فواصق عن النبي قال خمس فواصق يقتن في الحل والحرم الحيه طبعا عشان هي ممكن تكون شيطان وتذهب البصر طبعا مهم تذهب البصر دي دي اصلا دي اصلا ادهاب البصر دي حقيقه علميه أثبتها العلماء في جامعة يابانية طبعا أنا لا أتذكر اسمها وطبعا في إعجاز علمي وأسلم مئة شخص كانوا حضروا محاضرة للشيخ زغلول النجار كان مئة شخص قاعدين ولما سمعوا أن إنه محمد من 1400 سنة قال أنه الحية تذهب البصر تركوا أيباداتهم كلهم وراحوا شهدوا وراحوا توضوا عشان يصلوا معانا الصلاة طبعا القصص دي بتسمعها دايماً جامعة غير معروفة في حدث غير معروف لا يمكن التحقق من لحاجة غريبة كده العالم شكواكي قال في محاضرة في اليابان وأثبت في تجارب علمية أن الحياة تذهب البصر طبعا وانت ليس لك أي طريقة تتأكد وتقعد فاغر الفاه وتقول الله أكبر الله أكبر على الإسلام ده من عند الله شوف مين أخبر محمد من 1400 سنة أن الحية تذهب البصر ومن أخبره أن الفأر مسخ ومن أخبره أن الإبل خلقت من الشياطين ومن أخبره أن ممكن يكونوا بعض الحياة كفار وممكن يكونوا مسلمين ومن أخبره أن الكلب الأسود شيطان أخبره العليم الخبير أخبره من فوق سبع سماوات طبعا ده من الله ربنا يكون في عونكم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحي والغراب الابقع ضروري لا. لازم ما هو في في لازم يكون في بهارات. الكلب الاسود الحية آه. الابتر ذو الطفيتين لازم يكون كده يعني الغراب الابقع عشان الغراب الغير ابقع آه. ما اعرفش المهم كم والفأرة الفأرة ايضا تقتل لأن أمة من بني إسرائيل طبعا والكلب العقور هنا الكلب العقور طب الكلب اللي مش عقور وأسود برضو يتقتل والحدية الحدية طائر بيقتات على حيوانات صغيرة كده طائر فقال لك الحدية أيضا بالحل والحرم تقتلهم في أي مكان يعني ما يعرفش محمد أنه الآن في دول لو قتلت فيها أي من هذه تروح الحبس تروح السجن ما فيش الآن في بعض الدول حتروح فيها طبعا في بلداننا الاسلاميه كله يضرب كله الكلب ياخد احسن حجر في الشارع يعني يضربوه وال... والقطط ايضا رغم ان القطط مقدسه في الاسلام كما سنرى لاحقا ان اتيحت لنا الفرصه أنا هأجي للهرة وحديث الهرة اللي صدعوا بيه دماغنا بتاع حديث الهرة التي عدبت فيها امرأة، ده هو حديث حقوق الحيوان في الإسلام كله، هتلاقي كل المواقع عدبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. خلينا ناخده بعد هذه المكالمة، ناخد المكالمة، ألو مين معي؟ ألو؟ ألو؟ أيوه اي نعم تفضل انا سامعك تفضل ايوه غسان من السويد. اهلا وسهلا بك سلام المسيح معك في البدايه واشكرك شكرا. على هاي الحلقه لانه يعني انا كنت افكر بهاي الامور اللي انت بدات طرحها جاي تطرحها اليوم عندي كم سؤال في دراستي وهو أه لماذا لم يامر محمد بقتل الخنزير الفاسق وتركه لابن عمه عيسى كي ينزل ويقتله. <applause> الاول. السؤال الثاني الغراب من الفواسق ونعرف انه في غربان كثيره في اوروبا اسكندنافيا في, في امريكا وهي تقف على الجوامع. وهي من الفواسق. هل يتجرأ اي مسلم او شيخ يخرج ويقتلها طاعة لله ورسوله؟ مم. والشيء الاخير انه في قتل الوزغ حسنات مم. يا مسلم ممكن تستورد الوزغ من امريكا واستراليا والنوع الفاخر حتى تقتلوا مم. ممكن نبتدي نعمل حسنات. مزارع وزغ ده, ده, الصين لو عرفوا بالامر ممكن يبتدوا <applause> يعملوا لهم مزارع وزغ ويبعتوها لهم ما مصائب قوم عند قوم فوائده أكيد أكيد أخوي العزيز أكيد أخوي م. العزيز يعني ومثل ما قلت إنه هل إنه محمد كان عنده عقدة مع الحشرات والحيوانات اللي م. كان عايش فيها في بيئته الصغيرة ده ممكن ابتدوا يعملوا عروض في الصين يعملوا لهم أه أه ابعت 100 دولار ونحن نقتل 100 وزغ نيابة عنك <applause> هللويا <applause> <applause> ممكن ممكن أنا في أشكر... اخر أ... أشكر... اشكرك لانه وصلنا إيه. للنهايه انا في نقطه بس عايز اشاركها مع إيه. المشاهدين قبل نهايه حجر... الحلقه حجر حجر الاسود وابو طاهر القرمطي لو يفضل نعم... إيه. نعمل عليه حلقه امين الرب يباركك alright شكرا شكرا نعمل حلقه عن الحجر الاسود مستقبلا حديث الهره الان طالما وصلنا للنهايه حديث الهره خليك عُدِّبَتْ امراه في هرة سجنته محمد كان بيحب القطط بس يعني اختصارا قطط بس باقي الحيوانات اقتل ده اقتل ده وبيلاقي لهم اي سبب ده شيطان ده مش عارف ده اي سبب المهم اقتلوه ممكن فقال لك اما حديد الهرة في جزئية ما بيعرفوهاش الناس انه الحديد ده انت تقال هو تقال في نفس اليوم اللي كان فيه الكسوف اللي راح صلى فيه اللي شاركت معاكم في حلقات ماضية اللي صلى اللي راح يمسك فيه العنب وهو بيصلي كان نفس اليوم اللي شاف فيه النساء هم أكتر أهل النار كان نفس اليوم في نفس الحديث قال لك فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل دي الجزئية اللي ما بيقولوهاش امرأة يهودية ما هو لازم يكونوا اليهود هم ما ينفعش يكونوا فقط في إيران ممسوخة لا لازم يكونوا هم أيضا مضطهدي القطط فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذبت في هره لها ربطتها فلم تطعمها يعني الحديث في الاخير هو محاوله لتشويه بني اسرائيل مش رفقا بالحيوان ومعاه باكج بتاع الاس... النساء اكثر اهل النار ومعاه باكج بتاع انه اعطوني يعني عنقودا من العنب ك... لو اخذته كانت تاكل الارض كلها الى يوم القيامه ومعاه خزعبلات تانية احنا شفناها في الحلقه الماضيه اذا حديث الهره ما تصدع ليش راسي بحديث الهره وعندك عندك نصوص كثيره لقتل هذا كافر هذا شيطان هذا مش عارف فاسق هذا نفخ على ابراهيم حديث الهره مش حيلغي هي النصوص الاخرى. اه محمد كان بيحب القطط والحيوانات الثانيه بيحب يقتلها، نعمل فيها ايه؟ حلها. ده هو الاشكال الموجود. طبعا واحد من الاحاديث لو رجعت له عن القطه مثلا، قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات، عن القطه. القطه هي اللي بيسمح بيها لحد الان المسلم تكون في البيت ال الكلاب بيقولك نجس ما يدخلش مع العلم الان ال الكلاب في الغار بأنه عندها لقاح وعندها وبتتنضف وكل شيء وتمام التمام ومفيهاش اي مشاكل لا لازم احنا نرجع لثقافه القرن السابع الميلادي ونقتل الكلاب والكلب لسه بيقطع الصلاه الى اليوم ولسه بي 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 بنعتقد انه الاسود شيطان ولازم لازم احنا نبقى سجناء ثقافه القرن السابع الميلادي اذا احنا شفنا مجموعه من النصوص ودي مجموعة بسيطة على فكرة في نصوص كتيرة ممكن الواحد يتكلم عنها لكن يعني ساعة واحدة ده كل ما يمكن ان نقوله في هذه الساعة أنا يعني أتمنى أن نكمل هذا الحوار سواء على السوشيال ميديا على الفيسبوك على تويتر على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأتمنى تبعثوا بأسئلتكم وتعليقاتكم أعتذر لكل شخص لم أخذ مكالماته لكن في الأخير سؤالي لكل مسلم مسلمة شافوا هذه الحلقة هل تعتقد بنبوة هذا الشخص؟ هل من قال هذا الكلام هو تخريف في تخريف؟ تعتقد انه يتكلم نيابه عن الاله. هل ده هو خير المرسلين؟ هل هو ده اللي البشريه؟ هي اسئله فكر فيها ودي الغايه كلها من هذه الحلقه. انا اترككم في رعايه القدير والقاكم في الحلقه القادمه في لقاء مباشر وموضوع اخر والى اللقاء جميعا، الى اللقاء.